السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. شخباركم؟ مبروك عواشركم من العايدين، إن شاء الله عيدكم سعيد بإذن الله. احنا حتى تقرب رمضان يمشي عاد غنديروا الشباكية، حيت أنا في النوب الأولى شريتها، دابا أنا مالين الدار ديالي كيبغيوها، ومع شوال غادي نصوموا إن شاء الله شوال، وداكشي غتبقى معانا. فقلت ليه لا ما نجربهاش اول مره، في صراحه انا غندير الشباكيه ان شاء الله يا ربي تصدق. المشاهدين، اليوم عندي الاغراض ديال الشباكيه، هما هادول التوابل ديالها. عندي اخوتي، عندي هنا صفر بيضه، ها هي صفر ديال البيضه. عندي اخوتي هنا الزنجلان، نص كاس مطحون ماشي مقلي خضر. عندي اخوتي هنا صفر بيضه. عندي هنا اللوز بالقشره ديالو حتى هو ما مقليش. عندي هنا اخوتي الزنجلان حتى هو ما مقليش. عندي هنا اخوتي معلقه ديال الخل. عندي هنا اخوتي شويه مستيكه مع الدقيق، شويه ديال المستيكه. وعندي هنا اليانسون مع شوية الشمر. عندي معلقة نتاع القرفة اخوتي. عندي هنا اخوتي نص كاس ديال الماء الزهر، نص كاس الزيت. عندي زعفران الحر، هو هذا شوية زعفران حر اخوتي. عندي هنا اخوتي نص كيلو ديال الدقيق، وعندي واحد راس ديال معلقه صغيره ديال الزعفران، زعفران عادي الملون العادي. رغم ان عندي الزعفران الحر انا تيعجبني ندير فيه هذاك، شفت واحد صاحبتي كدير هذا الزعفران الحر وزدت واحد الراس باش كتعطي واحد اللون زويون. ها هو هذا درتو، ان شاء الله خليكم معايا وغنطبوا المراحل ان شاء الله باذن الله. رجعنا لكم خوتي ان شاء الله باش نديروا هاد التوابل. هنا غادي نديروا ان شاء الله هذا الزنجلان مطحون اللي هو السمسم. عندي اخوتي هنا المصلى على سيدنا محمد، اللوز حتى هو مطحون، ها هو حتى هو طحنته مزيان حتى ولا ناعم. عندي اخوتي هنا القرفه، ها هي. عندي اخوتي هنا اليانسون، ولا نقولوا عليها نقولوا اليانسون او المهم الشمر واليانسون اللي هو النافع البلدي مع مستيكا بحيث بشكل اخوتي. عندي اخوتي هنا بيضه، نخلي البيضه هي التاليه، خليكم معايا ان شاء الله. نخلي البيضه باش ندخل هذا الشيء في وسط العجينه، نخلي البيضه ان شاء الله ومع هاد الحاجه الثانيه بعدين، خليكم معنا خوتي. بعد ما خلصت دخلت في الفورس في الدقيق داك الزنجلان وداك داكشي كله كامل. هنا خوتي كندير معلقه كبيره ديال الخل، كندير بيضه صفر بيضه ماشي بيضه كلها هي صفر. كندير اخوتي الزعفران الحر، هو هذا الزعفران الحر. كندير اخوتي الزيت، نص كاس الزيت مائده، وغنبدا نخلط شويه بشويه ان شاء الله باذن الله. نخلط هاد الحاجات هذه شوي شوي هكا باذن الله. نخلط وغنجمعها بالزهر، ولا خصتني شي اميها بحال اللي انا جد خوتي تيقولوا لازم تكون هي قاسحه، لازم تربى لاباط نتاع الشباكيه تربى قاسحه ان شاء الله تكون قاسحه بحال هكا. نجمع شويه بشويه وبعدين نجمعها بالزهر، ندير داك كاس الزهر ولا خصني ندير اميها. خليكم معانا نجمعوا خوتي. ودرت على الديكر واحد شويش الملحه، واحد قبيصه صغيره ديال الملحه
الماء حتى هي ما تنساوهاش اخوتي حيتكم شايفين. ايوا نجمعها اخوتي ونرجع لكم باذن الله. بحال اللي شفتوا اخوتي انا عاد درت الخماره بيكنج باودر عاد درتها حيت كنت غادي ننساها الحمد لله ربي ستر. انا عاد درتها ان شاء الله وبديت كنجمع فيها بحال اللي قلت غادي نولي عاوتاني نخلطها ان شاء الله نجمعها مزيان ونولي لكم باذن الله. مشاهدين بحال اللي شفتوا ورقتها هكا ورقت العجينه ان شاء الله غادي نطويها بحال هكا نطويها بحال هكا نطويها عاوتاني غادي نشدها بحال هكا عاوتاني غادي نديرها بحال هكا خوتي بحال هكا بحال نتوما شايفين ونخليها ترتاح في واحد العلبه عاوتاني اللي صوتها الاولى غنهزها ان شاء الله باش نورقها وباش نطويها باذن الله. السلام خوتي رجعت لكم بعد ما شقت النفس راه ما عرفتش نصوبها هي بالسيف. درت لها هذا الكاس انا شفت واحد الاخت كديرها بحال هكا في الكاس تديرها هكا في الكاس ايوا تتحطها وتتقرصها في الوسط ايوا تتقرصها في الجنيبات ايوا في السيف واش وصلت هذا الشيء هذا بسلامتكم. ايوا الواحد يتشجع يعني واخا ما يعرفش يتعلم راه قالك الانسان هو اللي يجرب كذا حاجه باش يتعلم ماشي مشكل. هذا هو شكلها اللي درت لها في الطويان ان شاء الله يا ربي تقبلوا عليا على اختكم بحر عاد كتعلم. ايوا اش نقول لكم سالي ورجعوا لكم باذن الله. خوتي انا دابا سنقلي الشباكيه ديالي ها هي دي هاي على قد الحال بس المهم تجربة باين المذاق ديالها زوين بصراحة. ايوا نخليكم اخوتي من بعد ان شاء الله تنساليوها تفوها في العسل ونرجعو لكم. مشاهدين هذا هو الشكل الشباكية ديالنا بعد ما قليناها وعسلناها هذا شكلها جات فتية بصراحة اول مرة كنصوبها جات فتية بحال اللي نتوما شفتو. ما تنساوش اخوتي ديروا اللايك وتشتركوا في القناه يوصلكم كل جديد وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.